من الشباب الجزائر المتحصلين على شهادات بالجامعات والمعاهد بمختلف دول العالم يواجهون شح البطالة لامتناع وزارة التعليم العالي منحهم شهادة معادلة تسمح لهم باستكمال دراستهم. سيد أحمد هديب يفصل في الموضوع. يواجه العديد من الشباب الجزائري خريجي الجامعات والمعاهد الخاصة بمختلف دول العالم شبح البطالة نظرا لعدم اعتراف وزارة التعليم العالي بالشهادات المتحصل عليها وعدم منحهم شهادة المعادلة التي تسمح لهم باستكمال الدراسة أو العمل. عندنا الملف تاعنا راهي في مكتب المعادلة منذ 2008 ولم يتم اعتراف. قدمنا وثائق وأدلة قانونية إلى وزارة التعليم العالي الجزائرية. الوثائق هذه تبين بأن جامعة الجنان اللبنانية معترف بها في البلد الأصلي بوزارة التعليم العالي اللبنانية وخاضعة للمقاييس المعمول بها وفقا للاتفاقيات المبرمة مع منظمة اليونسكو. أكثر من 80 أستاذا هم خريجي جامعة الجنان اللبنانية لم تمنحهم وزارة التعليم العالي شهادة المعادلة منذ 2008 بحجة أنه غير معترف بشهاداتهم رغم أنها كانت تمنح من قبل. العدد تاعنا يعني راهو منحصر في 80 ملف الآن في مديرية التكوين مديرية الشهادات والمعادلة التوثيق الجامعي. والكثير منا يعني يحمل الماجستير والدكتوراه. الوزارة كانت تعترف بهذه الجامعة هو حق مكتسب منذ 2008 ثم قبل 2008 من سنة 99 لغاية 2008. اتصلنا بوزارة التعليم العالي للاستفسار عن وضعيتهم إلا أن مسؤولون بالوزارة رفضوا الحديث عن الموضوع. شباب أفنوا حياتهم من أجل الدراسة والتعليم وحلموا بأرقى المناصب إلا أن حلمهم تبخر وتعبهم ذهب سدى، فهل ستلتفت لهم سلطات تتغنى بشعارات على شاكلة الجزائر أبوابها مفتوحة للأدمغة والكفاءة المهاجرة؟